بخصوص الأخبار الرائجة حول هناك تراجع عن إحداث مؤسسة جامعية بمدينة قلعة سرغنة، أقول في هذا السياق بأن ليس هناك أي تراجع عن إحداث هذه المؤسسة، بل بالعكس أن الطلب وضعته جامعة القاضي عياد في فبراير لدى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وإن هذا الطلب بطبيعة الحال ستتم دراسته، ولكن نظرا لهذا الظروف فيروس كورونا والحجر الصحي فهذه اللجنة لم تنعقد، وبالتالي فور انعقادها فستدرس هذا المشروع، وإن شاء الله هو مشروع متكامل وينسجم مع مختلف التوجهات على اعتبار أن عدد الطلبة هو في تزايد بهذا الإقليم، وبالتالي هذا من الناحية التقنية لا يطرح أي مشكل. يبقى بطبيعة الحال مراج حول ما يدور في الأمان العملي للحكومة، أن مشروع المرسوم الذي عرض على الأمانة العامة للحكومة لتعطي فيه رأيها لم يتم من خلاله إدراج هذه المؤسسة الجامعية، على اعتبار أنه من الشروط الأساسية قبل إدراجها في مشروع أي مرسوم لابد أن تكون هناك مصادقة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وبالتالي ف اصلا ان الامانه العامه للحكومه لا يمكنها ان ترفض شيئا لم يحل او لم يعرض امامها لتنظر في مدى مطابقته للانظمه والقوانين الجاري بها العمل، وبالتالي فكل الجهود هي حثيثه ان شاء الله حتى يتمتع اقليم قلعه سرغنة بمؤسسه جامعية وهي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لاستغلال كل هذا التراكم الذي راكمه المركز الجامعي قلعة سرغنة منذ سنة 2007 من خلال تخصصي الاقتصاد والجغرافيا، وبداية سنة 2015 اصبح تخصص القانون والاقتصاد، وبالتالي فانا انقل إليكم هذه تطمينات سيد رئيس الجامعة وتأكيداته مرة أخرى بأن مدينة القلعة والمؤسسة الجامعية التي تحدث عنها فهي إن شاء الله سيتم المصادقة عليها ويتم اتخاذ كل الإجراءات ليتم ليس فقط المصادقة ولكن كذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء هذه المؤسسة الجامعية التي ستعتبر من بين رافعات التنمية ليس فقط على مستوى إقليم قلعة سرغنة ولكن على مستوى جهة مراكش أسفي.